كان لازما من احد ما ان يذكرنا بمسيره الفنان الكلمه في حق فناننا السي محمد حميدي وجمع شريكاته مغربي اسم معروف. الحديث عن الفنان التشكيلي محمد حميدي افكر في هذا المقطع الشعري للكاتب والمفكر عبد الكبير الخطيب. أن تحتضن الحكمة التائهة هو أن تعرف الجانب الخصب من الجسد. تعلم دوران رغبتك واثبا. هكذا يبدو لي الفنان محمد حميدي، وهكذا أيضا يبدو لي عمله الفني. إنه تفاعل قائم بين العلامة والجسد والفضاء. اللحظة الاستثنائية التي أثارتني في هذا اللقاء هي الالتفاتة لتكريم واحد من الرواد الأوائل لمجال الفنون البصرية في المغرب، وهو الفنان التشكيلي محمد حميدي. محمد حميدي أشعر شخصياً أنه مغمور بالمحبة في هذا اللقاء بالتقائه مع مجموعة من فنانين تشكيليين الذين ينتمون إلى الجيل الجديد، وكذلك هو مغمور بالاحتفاء وبالمحبة بلقائه مع شعراء، سواء كان يعرفهم شخصا أو اسما. هذا اللقاء هو لما لمجموعة من الفنانين يشكلون مدارس مختلفة في الفن التشكيلي. Cette exposition qui permet de diffuser la richesse culturelle de notre pays. Et je tiens à féliciter vraiment les organisateurs, que ce soit Severny, Cipriti, pour leurs efforts. Sincèrement, sans leur contribution, on n'aurait pas pu avoir justement cette belle expo. Et je tiens aussi à remercier la présence assez nombreuse ce soir d'artistes, d'amis de l'association qui sont venus vraiment nombreux et ça fait vraiment plaisir. هذا المعرض هو لبنة أولى وغادي يكون فيه مزاوجة بين العمل التشكيلي والبحث على مستوى الأشكال والألوان والمواد. عندنا مجموعة ديال الفعاليات من مناطق مختلفة، من أكادير، من تارودانت، من بني ملال، من مراكش، من الصويرة. لابد في البداية أن نؤكد على أن علاقة التشكيل بالكتابة ومن ثم علاقته بالأدب قديمة وعرفت عدة طرائق ورؤى حسب الأزمنة وعبر سياقات ثقافية مختلفة تستدعي هذه التجربة أو تلك في اختراق الفنون لبعضها وفي تلك التقاطعات الإبداعية الخلاقة لجعل التشكيل يمتد في الكتابة، بل تجد الكتابة بأن التشكيل منبع أساسي للتفكير ولتطوير آلياتها الفكرية والإبداعية، والشيء نفسه بالنسبة للتشكيل الذي يستلهم الكتابة ويجعل منها نقطة ضوء تعبر أفقه الفني. الوجه هو النافذة التي يمكن أن نطل منها على الروح، والروح لا يمكنها أن تتجلى إلا من وراء حجاب.
والحجاب هو إسدال اللون على الوجه، إنه قناع. الوجه في نهاية المطاف قناع، والقناع يحيل على الموت، والموت حاضر في أعمال الفنان كما في أعمال الشاعر أو الكاتب. أحواض مستحمات بناء تشبه القبور، والقبر هو أول صورة تم إنتاجها في تاريخ البشرية. إن مفهوم الصورة يحدد المستويات التقنية التي تؤسس العلاقة بين التصوير واللغة النثرية الروائية على المستوى الإبداعي. ومن أهم هذه التقنيات فكرة المنظور والبرسبكتيف التي يقوم عليها فن التصوير التشخيصي، وفكرة وجهة النظر أو الرؤية، وهي الفكرة التي أنتجتها الدراسات السردية للرواية. يميز جون ماري شيفر بين الأدب والفن لإزالة اللبس الحاصل بسبب الاستعمال المجازي لكلمة الفن عند الحديث عن بعض الأجناس الأدبية. ففي الفنون كالتصوير والبانتور والموسيقى لا توجد ضرورة للتمييز بين الممارسة الفنية والممارسة غير الفنية، وذلك لسبب بسيط، هو أن الأمر يتعلق بنشاطات فنية بصورة جوهرية. وعلى العكس من ذلك، يشكل الأدب أو الشعر مجالين مستقلين داخل مجال سينمائي دلالي موحد وواسع، وهو مجال النشاطات اللفظية التي ليست كلها فنية. الكلام هنا انتهى لجون ماري شيفر. ورغم الانتماء الأدبي الواضح للرواية، فإنها تجمع ما بين النشاطات اللفظية والنشاطات الأدبية، وتتجاوز دائرة الأجناس الأدبية لإقامة علاقات مع مختلف الفنون. من الصعب أن نقول أن نحن رأينا فعلا حينما نزعم أننا رأينا. أنا وأرى بجدبري أعتقد أن الناس عندما يقفون أمام اللوحات لا يرون. أيضا لا أخفيكم بأنني قبل أن أشتغل على الكتاب هذا في إطار متخيل، يعني الكتاب ديال جاك ديريدا ميموار دافون من بورتخي أوتخوي كان مهم في صياغة التصور، يعني هل الأعمى ذاكرة بصرية؟ لماذا مثلا لم يكن معميا كهف أفلاطون لا يرون إلا ظلالهم؟ أليس الأعمى مثل الرسام؟ أول يمد يديه نحو المجهول ويسير في الظلام، يفيض على ورقه وأسيح كأي مسيح تكلله ومضة قد تكون نهايتها في العشاء. ترتدي حرقة الذوبان على شفق، هل بوسعك أن ترتوي لهبا كي تنير مساء الجهات إلى لحظات التمام؟ لم يكن ظمئي موجعا فاكتفيت بشرب السراب، كلما لامني صاحبي تهت في عبثي أن تشلي بالتعب. يا أسير ظنوني، مقامك بين الكواكب لا يستقيم بغير الشهب، فاقتعد نيزكا يستطيب عذابك حين تميل إلى جنب أرضك التائهة. ولتعش للكآبة ممتطيا سهر الليل، أو تائها تتخاطف كالشهب العابرة. المشرد الجميل الذي لم يعرف أمه ما عنس في الذاكرة صورتها، لا داعي
لأن أدخل إلى المقبرة الداغرة الآن. أبي وأمي هما هذه النبتة الملتوية تعشبا معا أمامي، هذه النبتة الملتوية على أبعاضها الأوراق هي هما معا في وضع عناق مزهر، كأنهما لم ينجبان بعد، ها يمسحاني غمام العدم عني، ها يقترفاني الآن وهما يمارسان من أمجهول الموت شعر الحياة. أنا المشرد الجميل، صرخة الآن أكثر من صرخة إدوارد مينيش في لوحة الصرخة، فوق كفي صرخة الأولى على الأرض، أعيدها إلى فمي وأطلقها أمامكم طائراً حراً في الهواء، في الأسفل الصعب من جنوني أسل صديق مني، نتيادى معاً، نذهب معاً، نصفر أغنية أو جنوناً، هكذا وحدي أجني نفسي، هكذا وحدي أقترف الآحد. هو الأمر كانت زيارة خاطفة لم تستغرق سوى يوم واحد. قضى لويس حابته برفقة دليله السياحي سي أمين الذي تفضل بقيادته وسط حشود ساحة جامع فنا قصد الاستماع إلى رواة الحلقة وهم يسردون حكايات ألف ليلة وليلة، كما توقف عند امرأة تقرأ الفأل في خطوط اليد وتجاذبا معها لبعض الوقت أطراف الحديث وطوالع النجوم. وعندما اقتعدا كرسيين لشرب الشاي الأخضر المنعنع على ناصية مقهى مطيش، أخذ السي أمين يحدث لويس مطولا عن فنان مقعد وغريب الأطوار سليل المدينة القديمة يدعى مولاي الحسن. كان يعاني فضلا عن شلل سيقانه منذ الولادة من صداع غير طبيعي يشبه طرقا لا يتوقف على قحفة الجمجمة. المصابيح نجوم السكارى في الليل، لكل سماؤه الرحيبة، دعني أشق الظلمة بحنان إيروتيكي، دعني أشق الظلمة بحنان إيروتيكي، أنا الذي مزقت أستار الكارثة ورقصت رقصة الملاذ كما أحببتكم جميعا، أعترف بأني قد أسأت كثيرا للحياة. ثلج على مد البصر، لا وقت ينام الآن، في الطرقات في الأزقة في الأحياء العتيقة والأحياء القشيبة، الوقت من الأقباء أخرج براميل نبيدي شاتو لاموت فونسان وكوت ديرون وأجبان برنار مور رافو وأزهار الشر وحروف رامبو المتكئ على قضيب هوائي في ساحة الأب تيار دو شاردان. في خفة التوب يكمن ثقل الأرداف، وفي رقة القدم استطالة للشهقة، روح ترفرف بين الهدبين أعيتها الفتنة استكانت إلى الفتحة، دحرجها المنحدر في بلاغة خروطيته، اندست السرة فمن يبسم للأبله المطوح به في غبار الإسفلت، تكأ على عكاز الزمن الغابر لاستعادة شريط ما عله يدوزن الحياة في أوزان معلقة بروح غبية تدثرت بسقف المومياءات، فكان صوتها يصدح بالتكرار، توحد المدلول بداله، اغتالت الأنوماطوبية العلة، ثكل الأثر في المسمى وردة،
تنكر لمتاهة المكتبة لما تنشق رائحة مني المريد في الخم. إن زويت في أحد أركان المقهى جلست كبيرة الكبرى وتكبرت على جسمي أدخن وأشرب قهوتي دون ما أشرب. كنت أرمي كتاب القصة عالم قصة أدخل بواسطة تاريخ الأدب اليوناني العصير. كنت أرى كاتبا مفتى وصفك تستوطن حول صفحات جمال المجد خطرة الشر. بينما بيض النقد استقبل حكم المعاني التي أظهرتها كلمة القصة. قصدت الورقة العزباء على سطح الطاولة. سحبت قدمي من جيب قميص المخطط الأزرقي ولما هممت بالكتابة انمحت الكلمات التي كانت تتراقص بيني. شيطان الوحي الذي كان يوشوش لي صمت فجأة صمت كما يقول لي أنت كاتب هيا اكتب. ولما واجهت عن خطري ماذا سألت؟ تمزج بألوان كثيرة ثم صب في عيني بينما صدى صوتي وهو ينوحي وهو يتحمل وهو يتشطر ظل يتهضم خفيضا. اكتب مثلا لماذا أنت هنا أو ماذا تنتظر هنا؟ وهل تعرف حقا ما تنتظره أم أنك بحكم العادة تنتظر فقط؟ هذه لحظة مائزة سعدت بالحضور كمساهم فيها، والأمر يتعلق بعلاقة تشكيل بالكتابة عموما، وهي مناسبة استطاع نخبة من الفنانين التشكيليين عرض أعمالهم المتميزة، وهم عبارة عن نخبة من التشكيليين المغاربة وقد قدموا من شتى المدن المغربية. وكانت الندوة متعلقة بالتشكيل والكتابة مناسبة لعرض هذه العلاقة في الكتابة، وأن المعاناة مشتركة بين الكاتب شاعرا أو قاصا أو روائيا والفنان التشكيلي. فاللوحة التشكيلية كتابة باللون، أما الكاتب فهو طبعا له أدواته، وإن اختلفت الأدوات فالأساس والمقصد واحد.